تيجي نعرف الشباب ان احنا كنا مبلشين بالدرس الاول العنوان الشغل والطاقة، حكينا عن الشغل وكيف بنحسب الشغل وانواع الشغل، الشغل المقاوم للحركة، الشغل داعم للحركة، حكينا عن الشغل قوة الوزن هي قوة الجاذبية، رجعنا بلشنا بالطاقة، عرفنا الطاقة، حكينا عن انواع الطاقة. أول نوع حكينا عنه هو الطاقة الوضعية للجاذبية، تاني نوع حكينا عنه هو هي الطاقة الحركية. أول نوع الطاقة الوضعية للجاذبية بتتعلق بوضع الجسم بالنسبة للمرجع، يعني قديش ارتفاع الجسم عن المرجع. مثلا إذا كان في عندنا المرجع هو الأرض، سطح الأرض، قديش بيرتفع. كل ما ارتفع الجسم عن سطح الأرض بصير في عنده طاقة وضعية أكتر، بيكتسب هاي الطاقة، بتتخزن جواته هاي الطاقة نتيجة الوضع اللي له أو الارتفاع اللي له عن سطح الأرض على سبيل المثال. حكينا عن الطاقة الحركية اللي هي الطاقة اللي بيكتسبها الجسم نتيجة التحرك اللي له، امتلاكه للسرعة. يعني الجسم بس يكون عم يتحرك بسرعة وعنده كتلة، مثلا ضرب بحائط، عندي كرة حديد ضربت بحائط عم تتحرك بسرعة صغيرة ممكن تعمل ثقب بالحائط، بينما إذا كانت هاي الكرة كتير قوية عندها سرعة عفوا كتير عالية وعندها كتلة منيحة وضربت بالحائط بسرعة عالية ممكن تكسر الحائط وتمرق للجهة التانية. هاي الطاقة بيكتسبها الجسم نتيجة امتلاكه للسرعة. اليوم ما نكفي بأنواع الطاقة، ما نحكي عن النوع الثالث هو الطاقة الوضعية للمرونة أو الطاقة الوضعية للنابض. النابض هو عبارة عن رسور، بس احكي عن مرونة يعني الجسم عم بيكتسب طاقة نتيجة تأثير جسم مرن عليه. مثلا إذا كان في عنا رسور، هذا الرسور علقنا بقلبه كتلة، صندوق أو مكعب، جينا هذا الرسور شديناه أو ضغطناه لجوا، شديناه أو ضغطناه نفس الشيء راح يمتلك طاقة وضعية. ضغطناه لجوا بهذا الشكل، بس ضغطنا المكعب نحن وضاغطينه، في حال فلتناه شو بده يعمل؟ بده ينقف لقدام أو بده يقرب لقدام أكتر من المطرح اللي كان موجود فيها إذا فلتناه بس. طيب هذا الجسم بالأساس ضغطناه هيك وقرب رجع هيك، هذا المكعب بالأساس كان موجود على نقطة توازن، رح نسميها نقطة توازن، جينا بس ضغطناه نتيجة هذا الضغط اللي أعطيناه إياه قرب لقدام رجع أكتر من المطرح اللي كان موجود فيه. شو صار عندي هون؟ الرسور بس انضغط ومضغوط على المكعب عطى طاقة موجودة بقلبه اللي هي أعطاها طاقة، هاي الطاقة للمكعب، هذا المكعب أخذ الطاقة تاعت اللي أخذها من الرسور وانطلق بشكل بدفع أقوى لقدام، مشي أكتر من مكان من المطرح اللي كان موجود فيه. هاي الطاقة اللي أخذها المكعب من الرسور هي عبارة عن الطاقة الوضعية للمرونة. هاي الطاقة إذا ما نيجي نفكر بشو بتتعلق، الرسور عنده شيء اسمه ثابت المرونة أو ستيفنس بالإنجليزي. هاي الستيفنس أو المرونة، ثابت المرونة بيأثر على انضغاط الرسور، يعني إذا كل ما كانت الستيفنس أكتر بصير بينضغط بصعوبة أكتر، بصير بيعطي طاقة أكتر، بصير يدفع أكتر. يعني أول شغلة بدنا نعرفها إنه الطاقة الوضعية للمرونة بتتعلق ب الستيفنس او بثابت المرونه تاع الرسور. طيب تاني شغله، كل ما مشي اكثر، يعني هلا هيدا ضغطناه فلتناه لقيناه عم بيمشي بشكل اكبر مسافه اكبر، كل ما مشي اكثر بكون هيدا ناتج عن وجود كميه اكبر او طاقه وضعيه اكثر عند الرسور اللي اعطاها للمكعب. فصار عندي هلا بيتعلق بشغلتين، الطاقة الوضعية اللي هي ثابت المرونة، تاني شغلة المسافة أو المسافة اللي بده يمشيها أكتر، أو إذا قلنا المسافة بشكل أدق المسافة اللي عم نضغط فيها الرسور أكتر. يعني أنا كل ما ضغطت أكتر الرسور لجوا بهذا الشكل
بده ينطلق يرجع بشكل أكبر، يعني بده يخزن طاقة وضعية أكثر من خلال الرسول. أول شيء رح نعرف الطاقة الوضعية للمرونة. هي الطاقة المتمثلة بالطاقة المخزنة داخل الأجسام المرنة. يعني مش ضروري رسور أو نابض، بس فينا نحكي عن نقيطة، فينا نحكي مثلا مسطرة بهذا الشكل، هاي المسطرة بس نطعجها بهذا الشكل، هاي المسطرة طعجناها بهذا الشكل، صار في عندها مرونة. إذا حطيت شيء هون تلاتته بده ينطلق، بده يكتسب طاقة وضعية. في المخزن بالطاقة المخزنة داخل الأجسام المرنة وتكتسب هذه الطاقة عند سحب أو ضغط الجسم المرن من موضع التوازن الخاص به. يعني أنا بس الرسول بحالة توازن، هاي المسطرة لنقول بحالة توازن، جيت سحبت نزول ضغطت نزول، هاي الضغط نزول عمل عليها مثل ضغط نزول خليها تعطي طاقة وضعية للجسم اللي ضغطها. طيب ضغطت طلوع سحبت طلوع، كمان هاي تغيير السحب اللي لها كمان خليها تعطي طاقة وضعية، بينما هي بحالة التوازن هاي إذا جيت حطيت عليها شيء بدون ما أضغطها أو أسحبها ما راح تأثر ولا راح تعمل طاقة وضعية. طيب القاعدة هلا اللي بنحسب عليها بالطاقة الوضعية بنسميها أول شيء بنرمز لها ب بي إي إي Potential Elastical Energy، هي نص مضروبة بالكي مضروبة بالاكس سكوير. الاكس هي الكمية، مثلا هون اذا قلنا هون الصفر وضع التوازن، جيت سحبت المكعب او ضغطت المكعب من هون لهون، هاي الاكس يعني كمية الضغط اللي عم بضغط فيها او المسافة اللي عم بضغط فيها الرسور او المسافة اللي عم بسحب فيها الرسور اذا كنا عم نسحبها بالعكس. الكي هي مرونة الرسور، مرونة الجسم، ممكن يكون هون بحالتنا هو النابض يعني الرسور. اليونت اللي إلها هي نيوتن بالمتر. الأكس هي مسافة انضغاط أو استطالة الجسم المرن اللي هو هون بحالتنا النابض، ومنقيسها بالمتر. اليونت اللي إلها هي المتر. ال بي اي اي واضح هي الطاقة الوضعية للمرونة أو المرنة. هي بالنسبة للطاقة الوضعية للمرونة. اوكي هلا بدنا نحل مثال عن الطاقة الوضعية. عم بيقول لي لدينا نابض ذات ثابت مرونة كي بتساوي 1.1 نيوتن بالمتر، علقنا عند احد اطرافه كرة حديدية ثم ضغطناها الى الداخل مسافة 10 سنتيمتر من موضع التوازن. يعني اذا جينا نشتغل هون عندي هي كرة حديدية، هذا موضع التوازن، ضغطنا الطابة لجوا الكرة لجوا مسافة اللي هي اكس اللي هي عبارة عن 10 سنتيمتر. اول شغلة نحن بس ما نيجي نحل هيك اسئلة بنحط القاعدة، بدي اجيب عم بيقول لي احسب، اذا قلنا احسب الطاقة الوضعية للمرونة
نجي نحط القاعدة اللي هي بي اي اي بتساوي نص كي اكس سكوير. النص هو رقم ثابت، الكي معي هذا ونيوتن بالمتر، يعني الوحدة اللي لها وحدة القياس اللي لها مظبوطة مثل ما بدي اياها. بيجي على الاكس، الاكس الواضح انه هي 10 سنتي، بينما نحن الاكس لازم يكون عندي اياها بالمتر مثل ما حكينا. فاول شغلة باخذ الاكس اللي هي 10 سنتي وبحولها للمتر، 10 سنتيمتر. لحول من متر، من سنتيمتر لمتر نقسم على 100، يعني 10 قسم 100 بتطلع 0.1 متر. بيجي بعوض بالقاعدة، بيطلع عندي نص ضرب 1.1 ضرب 0.1 مربع. بنحسبها، صفر فاصلة خمسة ضرب 0.1 مربع ضرب 1.1 تطلع 5.5 ضرب 10^3. طبعا الطاقة اليونت اللي لها هي جول، بالجول. هاي مثال عن الطاقة الوضعية، كيف بنحسب الطاقة الوضعية. هلا راح نحل مثال تاني عن الطاقة الحركية. عم بيقول لي احسب الطاقة الحركية لسيارة ذات كتلة 1.25 طن وذات سرعة 50 كم/ساعة. بنحط أول شيء، بنحط القاعدة اللي بنشتغل عليها نحن بحالة الطاقة الحركية. الرمز للطاقة الحركية هو كي اي، كاينتيك انرجي، بيساوي نص ام في مربع. الام هي الكتلة، الفي هي السرعة. الام لازم يكون بالكيلوغرام، الفي لازم يكون بالمتر بالثانية لحتى يطلع معي الكي اي، الكاينتيك انرجي او الطاقة الحركية تطلع معي بالجول. فبيجي انا بشوف الكتلة عندي اياها هون، اول شيء بدي اشتغل على الكتلة والسرعة. الكتلة عندي اياها بالطن 1.25، بدي احولها للكيلو. لحتى احول من الطن للكيلو بضرب بألف، فأم 1.25 ضرب ألف تطلع بالكيلوغرام، تطلع الأم هي عبارة عن 1250 كيلوغرام. طيب بيرجع بدي اشتغل على السرعة، السرعة عندي اياها بالكيلومتر بالساعة، نحن بدنا نحولها لمتر بالثانية. لحتى احول من متر من كيلومتر بالساعة لمتر بالثانية بقسم على 3.6، يعني 50 قسمة 3.6 بتطلع بالمتر بالثانية. السرعة بتطلع 50 قسمة 3.6 بتطلع عندي اياها 13.8 متر بالثانية. هلا من بعد ما حولنا وحطينا اليونت المناسبين، بيجي بعوض بقلب الكاينتيك انرجي او بقلب الطاقة الحركية. نص ضرب الام اللي هي طلع عندي اياها 1250 ضرب 13.8 مربع، بيطلع عندي كاينتيك انرجي هي عبارة عن 13.8 مربع ضرب 0.5 اللي هي النص ضرب 1250 اللي هي الماس، بيطلع 11000 أو 119025 جول. بهذه الطريقة نحن بنشتغل مع الطاقة الحركية.